طيب تعالوا مع بعض نعمل البيتزا، لان مهما اعمل في العكاوي للامانه مش هيخش على الاطفال. يقول الاطفال العكاوي الاسم حتى مش حلو، ايه عكوه؟ وبعد وخلي بالكم اول ما يعرف ان العكوه دي هي ديل الذبيحه هيقوم يجري في قلب البيت، لان هو صغير الديل ده كان ممكن يخبطه في راسه. احنا كلنا كده، ما احنا فلاحين، ولكن نعمل لهم حاجه حلوه تحبهم يحبوها. يعني هعمل بيتزا النهارده. البيتزا اللي هعملها النهارده بطريقه تانية خالص. بيتزا جبت بطاطس حمرتها كأني هاكل بطاطس يعني، وبعد ما حمرتها كويس بشكل كده رصيتها في قلب الصينيه على معلقتين من زيت الزيتون او ورقه زبده بالشكل ده كده. المرحله دي صعبه شويه او بتاخد وقت كبير شويه، انا عديتها. ومقادير البيتزا على الشاشه. تاني بطاطس مقليه، حلو، قليناها، تحط لها شويه ملح صغيرين، ومعانا زيتون، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا هوت دوج او سوسيز، ومعانا شويه فلفل بلدي او فلفل رومي، وحابه تحط طماطم اختياري، زعتر ده مهم جدا، او روزماري ده بيتحط طبعا على وش الجبن. دي المقادير ببساطه خالص. المقادير فيها بيض وفيها دقيق. هنعمل العجينه بتاعه الايه، البان كيك او الكريب. اهو ركز معايا عشان الموضوع ده مهم برضو. تاني اهوت، اهو اتنين بيضه، حاجه جديده كده جربيها وقولي رايك فيها بالشكل ده كده. بنحط على البيض ده شويه حليب. اصبحت ان البيتزا دي هرم غذائي، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها كربوهيدرات، فيها كل حاجه زي ما احنا شايفين كده. هنخلط دول كلهم مع بعض عشان لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، خبره السنين. انا حطيت البيض مع الدقيق بالشكل ده كده، للقوام ده كده، اهو بيض ودقيق. احط شويه بيكنج باودر، احط ذره سكر صغيره، حطيت انا السكر، حلو، احط شويه زيت. الخليط ده هيتحط على وش البيتزا دلوقتي. بس خلاص، ونقلب دول مع بعض ونحطهم على وش البيتزا. يلا يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الاطفال النهارده هيهيسوا. عشان ما يعني ما كلهمش تاكلوا عكاوي، لا، احنا بنعمل لهم الحاجه اللي بيحبوها. بس عملت لهم بيتزا بشكل تاني خالص، بما ان احنا عاملين على السفره عكاوي حاجه جديده، برضو لازم نعمل لهم حاجه جديده عشان ما يهربوش مننا. هنوزع العجينه اللي عملناها دي كده على الوش. اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده بالراحه. درجه حراره الفرن عاليه، دي هتتحط في ارضيه الفرن. نحط بقى على وشها ايه؟ جمبري، مش هيقول لا. لحمه مفرومه، مش هتقول لا. سوسيس زي اللي معايا دلوقتي، مش هيقول لا. دجاج متقطع مكعبات، عندك صدر فرخه كنت عامله شويه ملوخيه امبارح وبقى عندك رز فرخه تجيبيها تقطعيها، مش هتقول لا. وهكذا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا زيتون، اللهم صل على النبي. شلت ده من هنا، ونجيب سكينه كده ونقطع الايه؟ الهوت دوج ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخليها هنا كده. بنحط الهوت دوج او السوسيز او المجارك بالشكل ده كده، اهو دي لها مسميات كتيره في بعض المطاعم، اهو دي في منها الفراخ وفي منها اللحمه البيف يعني، اهو بالشكل ده كده على الوش. عايز نزود كمان؟ نزود، انت كريم واحنا بنستاهل. حلو اهو بالشكل ده كده. معانا جبنه موزاريلا هتتحط دلوقتي، ومعانا زعتر. عينيا، حاضر 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 يا فندم. هنحط جبنه زعتر اهو. عايزه تحطي فلفل رومي حطي، بس انا مش عايز بصراحه، يعني الاولاد بيحبوا الفلفل الرومي مع ده حطيها. ممكن نحطها برزنتيشن كده يعني، ممكن تحط شويه ريحان متقطعين كده فله. معانا زعتر كمان، بحب الزعتر انا مع الجبنه الرومي على فكره. درجة حرارة الفرن كام؟ 180. بس قبل ما ادخلها الفرن عايز اقول تركية هنا عشان حبايبي اللي بيتابعوني. ايه التركية؟ التركية اللي هنا بتقول ان انا لما عملت الخلطة بتاعت الكريب حطيتها على وش البطاطس. البطاطس هنا متقطعة اصابع وحطيتها جنب بعضيها راصصها. مهم جدا الخلطة اللي انا عملتها دي هتمسك كل ده مع بعضيها، وفي الاخر احصل على عجينة زي عجينة البيتزا.
البطاطس تتصدرها في القائمة الأولى، أصبحت إن دي هرم غذائي فيها البروتين النباتي والحيواني وفيها النشويات وفيها الكربوهيدرات وفيها كل حاجة حلوة. هندخلها الفرن في درجة حرارة 180، ومن جور السعيد بيسعد معانا طاجن عكاوي ومعانا بيتزا في أرضية الفرن، ونقفل الفرن بتاعنا لمدة 20 دقيقة. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ عينيا أهو أهو أهو، نظرة في ابتسامة مع بيتزا للأطفال الحلوين اللي هيعترضوا على العكاوي، ومعانا طاجن عكاوي جميل زي الفل. وعايز أقول مهمة مهمة جدا، معلومة مهمة، لما أجي أحط البيتزا في أرضية الفرن أشوف مكونات إيه. لازم تتحط في أرضية الفرن لأن هنا نار طالعة، فأنا عايز أعمل صدمة لعجينة الكريب اللي أنا أعملها مع البطاطس مع الخلطة الحلوة. في الآخر الجبنة هتتحمر في الوقت اللي استوت فيه البيتزا، دي مهمة جدا على فكرة، لأنك لو حطيتها على الشبكة الجبنة هتحمر قبل العجينة ما تستوي. البيتزا بتاعتنا مطلعها فوق تاخد وش بالشكل ده كده، العجينة خلاص استوت. أنا معايا طبق السلطة عايز أعمله. معانا وقت يا أستاذ رحاب؟ أهو 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 إيه الجمال ده؟ دي بيتزا بعجينة البطاطس. طيب.